السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ملعب براقي لنتابع عملية تحضير الملعب لبطولة الشان بوضع الإشارات واللافتات نتاع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، واللي تتكفل بهذا وضع الإشارات هذو هي لانب، الشركة الوطنية لنشر الإشهار الجزائرية اللي راهي توضع هذه الإشارات. وسوف يدشن الملعب باستعمال بمفرقعات تاع لي فيدارتيفيس يكون فيه في الليل، عن فيدارتيفيس اللي تدشين الملعب هذا تاع براقي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.